تفضلي. هاي ياسمين. هاي ياسمين من السودان. صار لها سنه كامله بتبول الامارات في العنايه المكثفه في بولسون، كل الاحترام لهم. يعني كانت حالتها كثير 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 خطره، لدرجه انه بعثوا لابوها والاهلها انهم يجوا عشان يعني انه ما يقوس من حالتها. سنه كامله كنت طبعا بزياره لها ودائما اتفقدها. صبرت كثير عن جد، من الاطفال اللي صبروا يعني شيء مش بعقل، وبقدر احكي انها عاشت بعجوبه. لما بقولوا من يحيي العظام وهي رميم، يعني عن جد عن جد عاشت بعجوبه. كانت عايشه على اقمى هذا القلب الاصطناعي اللي كانت قلبها مفتوح، ومش قابلين يسكروا لها محل عبين، لانه متوقعين باي لحظه انه يكون نزيف. وعاشت عن جد بعجوبه، يعني شيء مش انا شايفاها ومش مصدقه انها عايشه. وهي ياسمين دعت لها كثير بخالد، كل الاحترام يعني عن جد كل الاحترام لسيف التيفول مراته. اكيد اكيد لبولسون الجراحه اللي هم يعني ما قصروا، عن جد ما قصروا. بقولوا دائما انهم بيوزوا ميزوا انه مثلا هذا من هون، بالعكس انا بقول لك بيعطوا اكثر من اللازم. أكيد. وبزعلوا اذا ولد مثلا راح ميت او ما عشش، وبنبسطوا كثير بانجازاتهم انه مثلا هاي عايشه، كلهم مبسوطين لها من الصبح. اكيد كثير فرحانين. وهذا ابوها ل لا ياسمين، واحنا هلا بدنا نحتفل فيها. احنا هلا انا عملت ندر وهذا قلت اذا هي بتعيش ان شاء الله لعملها احلى حفله. انا ان شاء الله انا بوفي. ام خالد يعني بدها تعمل لك احلى حفله، واجوا كلياتهم الحمد لله، كلهم شاركوا يعني الحمد لله. وام خالد احنا بنعرفها يعني بالاشياء هذه يعني عن جد كل احترام. بدنا نحتفل هلا بالبنت، وتعال نشوف ام خالد. ياسمين اعملي هيك لايك، قولي لهم بحبكم، ونقول لي بالشفا العاجل. اسمع ياسمين، قولي لهم بحبكم. اجوا لكم بحبكم ام خالد. فيش بعد طلعي. انا اول شيء بدي اقول لك كل احترام لك، هذا اول شيء. هذا شيء انت بتسويه للاولاد، اولاد غزه، اولاد البلد، كل محل دائما انت موجوده بالسلطه. تسلم ان شاء الله. تفرح معهم، تزعلي معهم، كل الشغلات هاي. وانت سنين بالشيء هذا، سبع سنين. وعن جد كل احترام لك ام خالد. ام خالد عن جد انت كبيره، عن جد كبيره. لا لي انت بالنسبه لي انت بنت كبيره. سعدوني ام خالد بتسوي كثير شغلات هون. اليوم في عيد ميلاد. لا مش عيد ميلاد. ايش في اليوم؟ في عندنا بنت من السودان مسلمه. صار لها سنه كامله بتقول الامراض. سنه كامله. مرقت عمليات كثير وقالوا ما يقوس من حياتها، يعني ما بدهاش تعيش. انا درت لنفسي اذا بتطلع من اللي هي فيه وبتعيش الا اعمل لها حفله. وانا اليوم بوفي بوعدي. عملت لها حفله. وعامله لها حفله وجايين يشاركوا كثير معنا. تعالوا نشوف الجو سيدي. تعالوا افرجيك البيت. باي باي. اول شيء انا بدي اقول لك كل احترام لك، ليش انت عملت لي اليوم هون بورسون؟ عيد ميلاد للبنت، احتفال للبنت هذا. احتفال. هذا احتفال مش عيد ميلاد، احتفال عشان البنت. بالنسبة لنا كأنه هي مولودة جديدة. أكيد هذا أكيد. أنا بطلع كمان على فرحة البنت واللي أمه والأبو شتونها، اللي هم مش سكان ولا يافا ولا إسرائيل، هم من السودان. هم جايين هون بالسبيطار، موجودين هون بالسبيطار. الفرحة شتهم عن جد كبيرة. إنه هون بالسبيطار شت بورسون في تعاون مع الكل. يعني هنا فيش فرق بين مسيحي مسلم يهودي ولا اثيوبي ولا كنا ولا تسعة. وانت اللي عملتيه هون عن جد شيء كبير. عن جد لا عندها شيء بسيط بالنسبه لي انا. اعطي نصف عمر لمن يجعل طفلا باكيا يضحك. هاي الجمله كثير بتحس بقلبي، مهمه كثير لي. شفت البنت قديش ضحكت وغنت، هذا بسط كثير البنت. هذا بالنسبه لي انا عملت شيء كثير كبير. وعن جد انا عن جد عملت شيء كثير كبير. انا مبسوطه انه هي ضحكت وغنت معي، كثير انبسطت. وعن جد كل احترام لك. وما فيش زيك، عن جد فيش زيك. انا بصوت الاولاد اللي كانوا هون كلهم الموجودين العيانين، الحمد لله. والله يوفق ويعتقي كمان وتسليخي زي ما بقولوا. وعن جد مش مثلك. وان شاء الله ان شاء الله بدنا ناخذها لنفين ونزور بتلا شومير إن كمان. ان شاء الله اكيد. تلا شومير اللي فيه كثير اولاد اطفال عيانين بالسرطان وعيانين بكل العيات، اللي موجودين من غزه، من السودان، من العراق، في هناك، من كل محل. بدنا نجيبها كمان هناك على تلا شومير. يا ريت. حضروا الاولاد تبعون تلا شومير، حضروا حالكم ان شاء الله. احنا اللي رح تجي عندكم ان شاء الله زياره. شكرا كثير لك. شكرا لكم. باي باي.